السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده مع اسامه. قبل مباراه المقاولون العرب، المباراه المرتقبه، المباراه اللي يغيب فيها عن النادي الاهلي مجموعه كبيره جدا من الاصابات والغيابات، وان كان في موقف بالنسبه لي بيرسي تاو ما بقاش مفهوم. المفترض ان بيرسي تاو جاهز طبيا، ولكن مش من الناحيه النفسيه بيرسي تاو ربما يكون مش جاهز، وبالتالي بيرسي تاو خارج قائمه النادي الاهلي في الوقت اللي احنا في اشد الاحتياج فيه لاي لاعب. ولكن البركه في الموجودين وعوده صلاح محسن. المباراه اللي فاتت كان عندنا حسام حسن ومش عارفين مين راس الحربه اللي ممكن نبدل بيه حسام حسن، او لا قدر الله لو حسام حسن حصل له اي اصابه طارئه مين هيلعب مكانه. كنا هنوظف لاعب وسط راس حربه. صلاح محسن عودته مهمه جدا، يمنحنا او يمنح سواريش بعض يعني الادوات اللي في ايديه في الظرف الصعب اللي احنا فيه من ضغط المباريات. مباراه صعبه ومهمه جدا، ولكن قبل المباراه الصعبه والمهمه جدا كان في 4 لاعبين من النادي الاهلي ظهروا في فرح مع او حفل مع المطرب الشعبي عبد الباسط حموده، ام قفشه، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، وحسام حسن. الاربع لاعبين، انا طبعا عملت حلقه الصبح ورفضت الحديث عن الاربع لاعبين لان كان في موضوع حاد جدا على جماهير ومشاهير السوشيال ميديا المرتبطين اسمهم بالنادي الاهلي والاهلاويه، اللي طبعا في ناس واخده الامر بشكل حاد جدا وناس واخده الامر ان ده حياه شخصيه. وانا ما كنتش واخد الامر لا كده ولا كده، انا كنت واخد الامر ان احنا نعدي. يعني ايه نعدي؟ مش اننا نتغافل عن الخطا ونعدي اعلاميا او نعدي داخل النادي او اداريا، لان انا واثق ان ده ما كانش هيعدي، وده اللي حصل. النادي الاهلي بشكل رسمي وقع عقوبه على الاربع لاعبين، والكابتن سيد عبد الحفيظ قال مسببات العقوبه ان المفترض ده الوقت اللي يكون فيه في البيت، الوقت اللي يكون فيه راحه. عايز اقول بس حاجه لبعض اللاعبين، يمكن اتحكت لي في احد الافراح في جيل ابو تريكه عماد النحاس كان فرح احد اللاعبين، والمفترض ان اللعيبه مدعوين في الفرح، والكابتن عماد النحاس كان لاعب في الفريق وواقف مع احد الشخصيات الاعلاميه خارج الحفل. فوقت ما جاء الكابتن محمود الخطيب، تخيلوا الكابتن عماد النحاس ليبرو الفريق اللي طبعا كان له شعبيه وجماهيريه كبيره جدا، فاستخبى وراء عربيه يعني عشان ما يبقاش واقف بره الاحتفال، عشان يبقى داخل على الحفل على طول، عشان بس الكابتن محمود الخطيب كان وقتها نائب رئيس النادي، فكانت هيبه مجلس اداره النادي الاهلي برغم ان الحفل حضروا يعني معظم اللاعبين لان فرح زميلهم. فتخيل انت بتحضر حفل يعني ممكن يكون شخص قريبك، شخص صديق ليك، ولكن في ظروف صعبة جدا. انا مش عايز اقصو على اللاعبين، وكنت اتمنى ان احنا على وسائل التواصل الاجتماعي نتجاهل، بس في بعض الوقت بقول ان الجماهير في حالة غضب شديد جدا، ان الجماهير الاهلي اللي عندها بالحياة بيتلقى بيمر بفترة صعبة جدا، الاداء مش على مستوى طموحات الجماهير، فمن حقها ان تعبر. بس انا بالنسبة لي كمسؤول كنت حابب ان الامر يعدي، واتمنى نكتفي عند ده، واتمنى ان اللعيبة تقدم في المباراة اللي يثبت ان انا في حريه شخصيه وحياتي الشخصيه اللي مش بتاثر على دقي في الملعب. هل ده هنشوفه في الملعب؟ اتمنى ده، خاصه ان اللعيبه للامانه مشهود ليهم بالالتزام. بتتكلم عن ايمن اشرف، بتتكلم عن ياسر ابراهيم، قفشه، حسام حسن، بالتاكيد يعني مشهود ليهم بالالتزام، ولكن مش معنى ان هو مشهود ليهم بالالتزام ان ما يتمش معاقبه اللاعبين لما بيخرجوا عن الاطر الموجوده في النادي الاهلي. لكن عاقب، مش عايزين نقف عند ده، خلاص نفذنا العقوبه، قرصه ودن، هم اكيد يعني حسوا بخطاهم، نتمنى يكون ليهم مردود في الملعب يغير الصوره اللي وصلت للجماهير الفتره الاخيره، ونتمنى الالتزام من باقي اللاعبين وكمان معهم الرباعي خلال الفتره المقبله، تحديدا ان احنا في موقف صعب جدا في جدول الدوري. ده نقطه كانت مهمه جدا. واحنا بنتكلم عن اللاعب المحترف بيرسي تاو والحاله النفسيه اللي ربما من وجهه نظر تكون متواجده عند بيرسي تاو لان طبيا جاهز بنسبه كبيره جدا، عندنا حالة أخرى وهي حالة بدر بنون. بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف عن قيمة الصفقة للنادي الأهلي والمدة البسيطة اللي قضاها بدر بنون في النادي الأهلي، لكن الأمور وصلت أننا بنودع بعض بمنتهى الرقي والاحترام. بدر بنون حس أنه مش هيقدر يضيف للنادي الأهلي وأنه محتاج العرض القطري، وبالتالي النادي الأهلي وافق على رحيل بدر بنون بالعرض القطري. وكمان المهم جدا ان النادي الاهلي لم يخسر في صفقة بدر بنون، وده كان مهم جدا في الموافقة على انتقال بدر بنون لفريق العرب القطري. هيروح يعمل الكشف الطبي، وبالتالي بعد الكشف الطبي هيصل للنادي الاهلي مستحقاته المالية، وبكده بتتضح الصورة اللي انا بتكلم فيها دائما وابدا، ان المنقذ بالنسبة لك للموسم القادم والمواسم القادمة في انك تحقق البطولات على مستوى طموحات الجماهير ومستوى النادي الاهلي اللي دايما وابدا عينه على كأس
العالم للأندية هو ان الخمس محترفين اللي عندك يكونوا على اعلى مستوى. حاليا انت مفيش بدر بنون، حاليا بيرستاو في علامات استفهام، حاليا لويس ميكسوني غير مقنع للجهاز الفني وكمان جماهير النادي الاهلي، حاليا يتبقى فقط علي معلول واليو ديانج. فالمفترض ان انت يكون عندك سعي لثلاث لاعبين محترفين على اعلى مستوى. انا افضل ما بروحش لافريقيا، لو هروح لافريقيا اروح للاعبي شمال افريقيا. انا افضل الجناحين وراس الحربه، لو مفيش شمال افريقيا يبقى من خارج قاره افريقيا، ويا ريت نتجه لامريكا اللاتينيه، ممكن عندهم جواهر نقدر نستفيد منها باسعار قليله جدا. المخرج بتاعك هو المحترفين. انا كنت مختلف مع ناس كتير جدا بيشوفوا لاعبين في انديه اخرى، حاليا هم نفسهم بيغيروا رايهم في اللعيبه دي، لما بيتحطوا في اختبارات صعبه، لما بيتحطوا مع ضغط مباريات بيقدموا مردود فني اقل من المردود الفني اللي بيقدمه اللاعبين اللي موجودين في السكواد عندك. ولسه ماتش الزمالك وفيوتشر مش بعيد، وطبعا مدرب فيوتشر بيعترض على تعيين الحكم محمد الحنفي، واحنا اتكلمنا في النقطه دي ومستغرب ازاي يكون هو الدور الاول والدور الثاني. فخرج اعلامي زملكاوي معروف بتعصبه لنادي الزمالك وقال طب ما نادي الاهلي وفيوتشر كان الدور الاول محمد الحنفي، والاهلي وفيوتشر الدور الثاني محمد حنفي، بس هو فاته حاجه بسيطه جدا. الزمالك وفيوتشر الدور الاول كان الخطا التحكيمي لصالح نادي الزمالك في الهدف الثالث، الاهلي وفيوتشر الدور الاول كان الخطا التحكيمي لصالح نادي فيوتشر بالتغاضي عن ضربه جزاء لاكرم توفيق. فبالتاكيد مدرب فيوتشر مش هيستشعر ان في ظلم واقع عليه لما يجي محمد حنفي دور اول وثاني للاهلي وفيوتشر، لكن اللي هيحصل ان هو بالتاكيد هيستشعر الظلم اللي واقع عليه لما يجيله الزمالك وفيوتشر الدور الاول والدور الثاني. واعتقد يعني اللي استفاد بشكل كبير جدا او اللي اتضر بشكل اكبر من الحكم محمد حنفي للزمالك وفيوتشر، الضرر واقع على بيراميدز، واللي استفاد نادي الزمالك انه كان المفترض هيتحرم من ثلاث لاعبين امام بيراميدز، الثلاث لاعبين هيلعبوا عادي جدا امام بيراميدز، وهي مباراه المفترض مباراه الموسم بالنسبه لنادي الزمالك. وبما اننا بنتكلم عن نادي الزمالك، النادي الاهلي على صفحاته الرسميه اعلن نعي عن الكابتن، عن رحيل او وفاه زوجه الكابتن طاهر ابو زيد، بصفته طبعا لاعب كبير في النادي الاهلي واحد كبات النادي الاهلي وعضو سابق في مجلس اداره النادي الاهلي ووزير رياضه اسبق، فطبعا كان النعي بشكل محترم جدا. على الجانب الاخر نادي الزمالك وهو بينعي في وفاه المغفوره له باذن الله زوجه الكابتن طاهر ابو زيد، كان في بعض النقاط اللي لازم ان يقف عندها رئيس نادي الزمالك، الا هو الاسطوره حقيقية للنادي الاهلي. يعني في اشارة واضحة جدا ان هو بيتكلم عن ان اسطورة الكابتن محمود الخطيب وليست اسطورة حقيقية للصراع اللي داير بينهم. عايز افهمه نقطة مهمة جدا، ان مفيش في النادي الاهلي اسطورة واحدة، مفيش في النادي الاهلي حاجة اسمها الاسطورة الوحيدة او الاسطورة الحقيقية، عندنا اساطير. النادي ده اصلا مصنع للاساطير، النادي ده التربه الخصبه للاساطير الرياضيه. بالتاكيد الكابتن محمود خطيب اسطوره كره القدم المصريه قبل ما يجي طبعا محمد صلاح، وكان في ايضا اساطير لكره القدم المصريه منهم حسام حسن، منهم محمد صلاح، منهم ابو تريكه، منهم لاعبين كبار وافزاز. وبالتالي ما ينفعش ان انا اقول الاسطوره الحقيقيه وكان مفيش اسطوره غير الكابتن طاهر ابو زيد، لا، الكابتن طاهر ابو زيد احد اساطير كره القدم المصريه، مارادونا، النيل. فبلاش حتى واحنا في النعي نبقى على طريقه الاعلان لحاجه زي مثلا يقول لك ايه كوهين ينعي ولده ويصلح ساعات. فنتمنى يعني نترفع عن مثل هذه الصغائر زي ما اتمنى من الكابتن ميدو ان هو ما يزعلش. انت زعلان ليه؟ ان النادي الاهلي بيتم تدريسه في المناهج. بالمناسبه ده في زملكاويه كانوا في اوقات كتيره جدا بيقولوا لازم فعلا النادي الاهلي يتم تدريسه في المناهج المصريه، كان لازم ده يحصل، منهم ابو العلا لما قال لازم ندرس يا جماعه حاله النادي الاهلي وروح الفنانه الحمراء والموضوع ده يتدرس في المناهج. فلما يجي شخص شاب طموح، شاب تفتخر بيه يعني القلعه الرياضيه المصريه بالكامل سواء النادي الاهلي او كره القدم المصريه، محمد سراج يعني اللي انا يعني على المستوى الشخصي بعتز جدا بصداقته، بيكون المحاضر العربي الوحيد في ماجستير في جامعه لاليجا وبيدرس منهج للنادي الاهلي، ويطلع يكتب بوست جميل يعني يقول لك هو ده طبيعه العمل المؤسسي في النادي الاهلي وان ما بينسبش الفضل لنفسه. هو المحاضر العربي الوحيد، لكن بيتكلم ان القصه دي او المنهج ده
اشتغل عليه النادي الاهلي كمؤسسة بداية من الكابتن محمود خطيب، واثنى على طبعا مساهمة العمري فاروق الوزير الاسبق ونائب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي، وطبعا خالد مرتجي مع كامل احتفاظنا للالقاب، واتكلم كمان عن الاستاذ ايهاب الخطيب والاستاذ جمال جبر كتوفير للمادة الفيلمية، واتكلم عن عمرو محب ومساعدته في الشرح المنهج ده او في استعراض المنهج ده اللي لاقى قبول واستحسان المشاركين في الماجستير، وده شيء مش جديد على النادي الاهلي. الجديد ان كابتن احمد حسام ميدو طالع يقول ان المفترض يدرس في المناهج هو نادي الزمالك عشان الصعوبات اللي بيعاني منها نادي الزمالك. ده انت نفسك يا ميدو يعني من اكتر الناس اللي بتنتقد حاجات بتحصل في نادي الزمالك، فقول لي ايه المنهج اللي انت عايز تدرسه وانا معاك. وبعدين احنا هناخدها بهزار خالص يا ميدو، لان نادي الزمالك نادي بالتاكيد كبير، بس انت كنت شايف ان في نادي الزمالك اصلا ابناء نادي الزمالك بيذبحوا بعض حرفيا في النقد يعني، وما بيساعدوش بعض على عكس النادي الاهلي. ودي تصريحات لميدو يعني صوت وصوره، لكن احنا ما زعلناش لما طلع مذيع في قناه نادي الزمالك يا ميدو قال المكان الطبيعي لنادي الزمالك في الدوري الاسباني، هو قال كده وده بيحلم بكده. احنا بنحقق الاحلام، بس احنا بندرس منهج النادي الاهلي نادي القرن والاكثر نجاحا في الشرق الاوسط في جامعة لاليجا. طبعا بعض البيتجات على المواقع يعني التواصل الاجتماعي نزلت تصريح لرئيس نادي الزمالك ان هو يرفع قضية على هذه الجامعة طبعا، ونسبوا التصريح ده لاحد المواقع الشهيرة وعملوا نفس الفونت. الكلام ده مش حقيقي يعني، التصريحات اللي بتكون حقيقة عادي جدا لا تختلف عن تصريحات المفبركة، ولكن احنا يعني واجب هنا اننا نوضح ان التصريحات دي مفبركة وليست حقيقية. النقطة الاخيرة ايضا من وسائل التواصل الاجتماعي هي الدعوة لاعلان كشف منشطات بشكل دوري على لاعبي الدوري المصري، لان الموضوع بقى مثار جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، لان بعض اللاعبين وبعض الفرق يعني معظم الفرق عندها اجهاد باستثناء بعض اللاعبين، فالناس بتبدا تفكر وتظن ان ممكن يكون في منشطات او ما شابه. طبعا ده كان موجود على وسائل التواصل الاجتماعي. الموضوع ده مكلف جدا وبيتاخد بشكل نادر جدا في الدوري المصري، نتمنى يكون بشكل منتظم. ونتمنى حاجه مهمه جدا ان يكون يعني الدولة المصرية وجهة الاختصاص عن المنشطات يكون عندها دعم مهم جدا لملف تحديدا الترامادول في يعني الحاقه بالمواد اللي تندرج تحت بند العقوبة والمنشطات، لان ايضا ده اصبح يعني بعض التصريحات بتطلع من لاعبين سابقين ومدربين بيقولوا ان لاعبينا بياخدوا مثل هذه الادوية عشان تمنحهم قوة داخل المباريات. انا اتمنى ان يكون في ضبط لمثل هذه الامور حتى لا يتم ان التعرض بقى بزنون لبعض اللاعبين واسماء لاعبين واسماء فرق على وسائل التواصل الاجتماعي. خلونا نتقدم بالرياضة، خلونا نتقدم بشعار الفير بلاي، خلونا اننا دائما وابدا نكون متقدمين ونواكب العصر، ويكون عندنا كشف دوري للمنشطات في الدوري المصري. نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع. سلام.